مشاهدينا نذهب سريعا إلى روسيا ومدينة سوتشي الروسية لمتابعة المؤتمر الصحفي لرئيس منصة موسكو. سؤال من وكالة بي بي سي، حضرتك تفضلت أن سوريا فقدت جزء من استقلالها، دفعت روسيا الاتحادية مبالغ باهظة لمساعدة الحكومة السورية ورئيس بشار لإطاحت به. موضوع بشار أسد موضوع لا علاقة له لا بالروس ولا بالأمريكان، هذا موضوع حصري، موضوع الشعب السوري فقط لا غير. ثانيا، روسيا مضبوط دفعت اموال لانه العمليه عسكريه بتكلف، بس مو بس اموال دفعت، دفعت دماء، وبعتقد هذا اهم من الاموال. ليش؟ لبعض قصير النظر والسذج بيقولوا روسيا مثل الدول الغربيه اوروبا تاريخيا دول استعمارية ما بيطلعوا بيعملوا غزوات برا إلا إذا بدهم ينهبوا ثروات، هيك عودونا 500 سنة حروب استعمارية واستعمارية جديدة. معناتها شو روسيا ليش جاي بعسكر كمان بدها تعمل نفس الشيء؟ أنا بقول روسيا مو عرفانة وين بدها تروح بنفطها وغازها وقمحها وقطنة، مو عرفانة هل هي وبعدين شو بيشكل الثروات السورية من الثروة الموجودة بروسيا فوقها وفي باطنها. يعني مو شيء مغري كثير الثروة السورية الموجودة بسوريا بالنسبة للروس. الموضوع بسوريا في تطابق مصالح مع الروس، لأنه إذا صار عدم استقرار بسوريا فهذا يعني انتقاله إلى روسيا وكل المنطقة. تصور لو سيطر داعش على دمشق واستوطن الارهاب في سوريا، تقولوا لي شو ممكن كان يصير بجنوب روسيا بالقفقاس؟ من غير شيء الاف من المقاتلين الاجانب لاصولهم من القفقاس موجودين بسوريا كانوا. هدول لو سيطروا على سوريا شو كانوا يعملوا؟ ولو استوطنوا كخطر بدهم يتوسعوا، وين بدهم يروحوا؟ مع تجربة قتالية هامة وإمكانيات هامة كانت بيروحوا إلى كل المحيط، وروسيا هي المستهدف الأساسي والأخير. لذلك التدخل العسكري الروسي بسوريا حمى مو نظام بشار الأسد، حمى الدولة السورية من الانهيار كما جرى في ليبيا والعراق، لأنه لو انهارت الدولة السورية ما عاد في نظام لا بشار الأسد ولا غير بشار الأسد بعده، ما عاد في نظام بالمرة. وشايفين نحن العراق شو عم يصير فيها وليبيا شو عم يصير فيها. لذلك التدخل الروسي كما يؤكد الروس، ليش دائما بالاعلام الغربي روسيا جايه تدافع عن بشار الاسد؟ صدفه انه بهاللحظه التاريخيه بشار الاسد هو الرئيس الجمهوريه العربيه السوريه. الدوله السوريه مو النظام السوري، الدوله السوريه في خطر انهيار. واذا انهارت الدوله السوريه بعد في لا هذا النظام ولا غيره لاحقا. لذلك هذا ممكن يساوي التباس عن بعض الجاهلين، ولكن عند العارفين بالامور بيعرفوا انه القصه مو دفاع عن النظام، دفاع عن دوله. وهن يؤكدون ليلا نهارا انه نحن لن نتدخل في الامور الداخليه للشعب السوري، نحن سنسهل ان يصل الى حقه بتقرير مصيره سياسيا. لذلك اعتقد ان الدور الذي لعبته روسيا بسوريا كان تاريخيا. واذا بدكم مثال صغير بجيب لكم اياه، التحالف الدولي كان اخذ قرار ويقصف داعش بسوريا قبل دخول القوات الروسيه بسنتين من بعد بدا. وشو اللي رايناه على الارض؟ كل ما يزداد قصف التحالف الدولي كل ما يزداد تمدد داعش. عجيب ما هيك؟ انا مزحا قلت لبعض الاصدقاء انه الظاهره هذول بالتحالف الدولي بقصفهم كانوا يحددون الحدود والاتجاهات التي يجب ان يسير عليها داعش. إذا نكتفي بهذا القدر مشاهدينا الكرام من المؤتمر الصحفي لرئيس منصة موسكو في سوتشي طبعا قدري جميل، اللي تحدث عن أسباب تدخل العسكري الروسي في سوريا لحماية الدولة السورية وليس النظام فقط على حد قوله طبعا.